أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن نجتمع في هذه العشر الأواخر من رمضان التي هي عتق من النار، وهي للموبقين أي المهلكين الذين أهلكوا أنفسهم بالوقوع في الظلمات، بالوقوع في السيئات واقتراف الذنوب والمعاصي. وها هو اليوم في هذه العشر الأواخر ينظر إليهم ربهم تبارك وتعالى، وهم ملتزمون تائبون ينظرون إلى رحمة ربهم تبارك وتعالى ليغفر الله عز وجل لهم ويكفر عنهم سيئاتهم. وهو القائل سبحانه: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث القدسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يا عبادي لو رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. معشر المؤمنين، حاولوا أن تلتمسوا ليلة القدر في هذه البقية من العشر الأواخر من رمضان، تائبين عائدين إلى الله عز وجل، صابرين محتسبين، لأن هذه الليالي يلتمس فيها ليلة القدر إسمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. على الله عز وجل أن يصيبكم بنفعة منه فلا تشقوا بعدها أبدا، ويبدل سيئاتكم حسنات كما بدل سبحانه سيئات حسنات قوم أذنبوا ووقعوا في المعاصي وسفكوا الدماء وأشركوا بالله بعدما تابوا إلى الله توبة نصوحة، بدل الله سيئاتهم حسنات كما قال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. معشر المؤمنين، نحن نحيي هذه الليلة ليلة القدر، وإن كانت يوم غد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذه العشر يحييها كلها إلى أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر. تلتمس ليلة القدر في هذه الليالي كلها، ولهذا يجب أن نكون يقينين كل ليلة ونقول: يا ربنا إن كانت هذه ليلة القدر فلا تحرمني من نفحاتها كل ساعة كل ليلة. والمؤمن يستحضر ليلة القدر المباركة إن شاء الله، وربما ستكون آخر ليلة من رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله له جميعا. فقال رجل من قومه: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، أنظر إلى العمال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر المؤمنين، إن الله عز وجل عظم القرآن لثلاثة أوجه: أحدها أن أسند إنزاله إليه، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا ضمير العظمة، ربنا تبارك وتعالى هو الذي تكفل بنزول
لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عظم هذه الليلة، يعني تعظيما إذ جعلها عظيمة بسبب نزول القرآن الكريم. وهذه الليلة يعني ليلة القدر، كما يقال فلان له قدر، أي له شرف ومنزلة، وسميت بلال لأنها نزل، لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على رسول ذي قدر لأمة ذات القدر. وقيل من أتى فيها بفعل الطاعات صار له قدرا شرفا وعظم عند الله عز وجل. هذا قول من الأقوال. وقال الخليل من أئمة اللغة المعنى ليلة الضيق بقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وسميت بليلة الضيق لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة النازلين إليها، ونزول الملائكة كله خير وبركة. الملائكة تتنزل في ليلة القدر وتصافح المؤمنين وتدعو للمؤمنين في ليلة القدر المباركة. ونزول الملائكة وعلى رأس سيدنا جبريل، لأن بعض الناس يقولون هل انتهت مهمة سيدنا جبريل؟ لا، مهمة سيدنا جبريل لا زالت قائمة. نعم انتهى الوحي، الرسل ماتوا، ولكن مهمة سيدنا جبريل ينزل في ليلة القدر وهو رئيس الملائكة. وكذلك إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء ألا إن الله يحب فلانا، فتحبه الملائكة فيوضع له القبول في الأرض. يعني مهمة سيدنا جبريل بعدما التحق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بقت يعني محصورة، أنه ينادي في السماء إذا أحب الله عز يخبر به، والثاني يعني ينزل مع الملائكة في ليلة القدر. وقيل ليلة التقدير والتدبير، أي تقدر فيه الأمور. ما معنى تقدير الأمور؟ معنى هذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قال يعني يقدر ويقضى ما جرى به، يعني ما وقع في الأجل من مطر ورزق وإحياء وإماتة من هذه السنة إلى السنة القادمة، يعني في ليلة القدر. معناها الله تبارك وتعالى يطلع الملائكة على هذا. أما القدر هذا أزلي، الله عز وجل كتب المقادير قبل أن يخلق الأرواح بخمسين ألف سنة. إلا في ليلة القدر ربنا عز وجل يطلع الملائكة، يطلع ميكائيل الموكل بالرزق، يعني على الرزق الذي يكون من ليلة القدر إلى ليلة القدر، كما يطلع سيدنا كما يطلع ملك الموت على من يموت من هذه الليلة من هذه السنة إلى السنة القادمة، يعني بما يتعلق بالتقدير. بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مدبرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني هذه الليلة سورة الدخان توضح، ولكن القدر كما قلنا سبق به في الأزل قبل أن يخلق الله عز وجل، يعني الخلق بخمسين ألف سنة كما قال علماء في هذا الموضوع. وسبب هبة لهذه الأمة، يقول العلماء ما هو سبب هبة ليلة القدر لهذه الأمة؟ يقول أبو بكر بن العرب في أحكام القرآن سبب هبتها لهذه الأمة وفي ذلك أقوال ثلاثة. القول الأول أنه فضل من الله، قيل يا محمد هذا فضل من ربك. والقول الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الأربعاء
فأتاه جبريل فقال: يا محمد، قد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله عليك أفضل من ذلك أو خير من ذلك. فقرأ عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والقول الثالث، قال إمامنا مالك رضي الله عنه في الموطأ: سمعت من أبي قبيه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بري أعمار الأمم قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته لا يبلغ من العمل ما بلغه أولئك في طول العمر. فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر وجعلها خير من ألف شهر. وقال أبو بكر بن العربي: والمشهور أو الصحيح هو فضل من الله، يعني الله عز وجل أراد أن يرحم هذه الأمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء، وهذه الأمة خير الأمم، خير أمة أخرجت للناس بشهادة القرآن الكريم، فأعطاه الله عز وجل هذه الليلة. هناك ما أعطاه الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، هناك مثلا ماذا كتب؟ كتب لهذه الأمة سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأنتم تعلمون معشر المؤمنين بأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر موت الرسول صلى الله عليه وسلم. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر خرج وقال: من قال إن محمد قد مات ضربت عنقه بسيفي هذا، إن محمد قد ذهب إلى ربه فسيعود كما فعل موسى، ذهب إلى ربه ثم عاد إلى بني إسرائيل. فخرج أبو بكر رضي الله عنه وكان أعلمهم فقال: وما محمد إلا رسول. قال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. ثم قرأ قوله تعالى في سورة آل عمران وفي سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية بعد مدة قيل لسيدنا عمر رضي الله عنه: لماذا أنكرت موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ قال: تعودت قول الله عز وجل في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: أنا تؤولت الآية بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
سيبقاحيا إلى أن يشهد على آخر رجل من أمته. هذه الآية التي اعتمد عليها سيدنا عمر فسرها من تلقاء نفسه، بينما الأمر خلاف ذلك، لأن هذه الدنيا لم تبقى لأحد. معشر المؤمنين، يقول العلماء: ما هو السر الذي جعل يعني لماذا الله تبارك وتعالى أي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لماذا كان يخص العشر الأواخر من رمضان؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كان اجتهد العشر الأوائل من رمضان، ثم اجتهد العشر الأواسط من رمضان، ثم استقر في كافه في العشر الأواخر من رمضان. نعم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرا. وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء. لماذا؟ لأنه كان يعتكف، والمعتكف لا يجوز له مباشرة النساء، فإذا فعل يكون قد فعل حراما ويبطل اعتكافه، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني إذا دخل أواخر من رمضان شد مئزرا وأحيا ليلا بالطاعة والعبادة والذكر والصلاة وتلاوة القرآن، وأيقظ أهله، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهده في غيرها. وصح أنه كان يطرق الباب على فاطمة وزوجها علي ليوقنهما للصلاة، ويقرأ قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يشرك يعني أهله في ليالي رمضان، في العشر الأواخر من رمضان. والله تعالى يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم معشر المؤمنين، هذه الليالي، نحن اليوم هي 25، هذه الليالي كلها ليالي زاهية، كلها ليالي فاضلة، من ليلة 21 إلى ظهور هلال شوال، ربما ليلة القدر تكون في آخر ليلة من رمضان. إلا أن ليلة 27 ليلة ورد فيها أحاديث صحيحة، يعني فأجمع علماء السنة على إحياء ليلة القدر ليلة 27 من رمضان، يوم الاثنين بعد غروب الشمس مرفوضة في الشريعة، إلا حين كان سيدنا إبنه هذا الولد بمحت كلفة ليلة القدر ليلة معينة، لم يأتي أحد إليه الشيخ حتى الليلة المعينة ليلة 27. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أري ليلة القدر والذي نسيها قال رحمة بكم من أجل أجتهدوا. قال العلماء: والسر في إخفاء ليلة القدر عن الأمة من أجل أن يجتهدوا في الأعمال الصالحات جميع ليالي رمضان، كما أخفى سبحانه ساعة الجمعة في يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى إلا مستجاب الله عز وجل لها. قال العلماء: تكون حينما يسأل الخطيب على المنبر، وقال بعضهم مع صلاة العصر، وقال بعضهم عند الزوال. الاختصار في يوم الجمعة أخفاه الله تبارك وتعالى من أجل أن يحرص
والصلاة الوسطى قيل صلاة العصر، قيل صلاة الصبح، قيل صلاة العشاء، قيل صلاة الظهر، قيل وقيل. والله عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما يسمى بذكر الخاص بعد العام، يعني اهتمام بشأن الخاص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، معنى هذا أن من حافظ على الصلوات الخمس أصاب الصلاة الوسطى، ومن ترك صلاة واحدة لم يصب لأحد الدعاء إلا ويخاف من الصلاة الوسطى. كما عرف الله تبارك وتعالى الاسم الأعظم في الأسماء كلها، ولله تسمع الحسنى ادعوه بها. الاسم الأعظم في الأسماء الحسنى، وعفى المؤمن بالجمال. لأننا نحن هنا، لأن يد الله معنا. إذا كان هنا مؤمن واحد، الله تبارك وتعالى سيرحم الجميع. لذلك في العربة شخص يعلم أنه من أولياء الله انعس، ثم جاءه ملك قال: اشحال الشهر، اشحال الناس؟ قالوا: ألف. قال الله عز وجل: لا قبيل لأجل عشرات أشخاص، عشرات أشخاص قبل منهم. فاستيقظ هذا الولي يبكي ويصرخ، وفي الليلة القادمة لا، فجاءه ذلك الملك فقال: أرأيت أنت شخص؟ الله عز وجل قبيل الحج لعشرة أشخاص، فغفر للألف، غفر لهم جميعا بسبب العشرة، لأن القوم لا يشقى جليسه. أخو الله تبارك وتعالى المؤمن في الجماعة، وأخفى رضاه في الطاعات ليرغب ويجتهد في العبادات. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم معشر المؤمنين، لأن شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي يتزود منه المؤمن زاده السنوي، زاده العام في عام. إذا المؤمن يا أخي الإسلام في رمضان فمتى يغفر له؟ لذلك ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أراد الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم نحن في أيام زاهية، وفي أيام الأسف الشديد، لأن النعمة لا يعرفها إلا من فلت به، فلت يعني جاء حرام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى كسرة خبز على عصير، فقال يا عائشة: أكرميني عن الله ما مرت عن قوم ذهبت إليهم أنا. مثال ذلك رجل ضرير، من الذي يعرف نعمة العين؟ هو الضاري. أما البصير فلا. من الذي يعرف نعمة المياه؟ من هو المطر ثيابه؟ من الذي يعرف نعمة البيت؟ نعمة الدار منزل؟ الذين بدا من ذلك، لأن النعمة لا يعرفها الإنسان حتى تسلم منه. ونحن اليوم في مكان، يعني في شهر، في زمان، وهذا الزمان فضله الله عز وجل على سائر، كما جاء في حديث قتاده: ان الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكه رسلا، واصطفى من الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الارض المساجد، واصطفى من شهور رمضان، ومن الاشهر ومن الشهور الاشهر الحرم، ومن الايام يوم الجمعه، ومن الليالي ليله الجمعه، فعظموا بعضهم. يعني
إلينا. يقول: إذا طلع الفجر ينادي جبريل: يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل. فتقول الملائكة: يا جبريل، ماذا فعل ربنا تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: إن الله قد اطلع عليه فنظر إليه بالرحمة والمغفرة فغفر له إلا أربعة أسباب للناس. أربعة أسباب للناس. قالوا له: يا جبريل، قال مدمن الخمر وعاق والديه وقاطع رهن المهاجر هاجر أخوه وقتل ابنه. هؤلاء الأربعة أصناف أربعة ليس لهم حظ في ليلة القدر المباركة. لهذا معشر المؤمنين علينا أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى وأن نكثر من الدعاء، لأن الدعاء مخ العبادة. إذا كان البعض يقول بأن الدعاء بدعة، نحن أنا أقول الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام.